بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر مؤلم، فاجعة مؤلمة ضد داخلة على المجتمع ديالنا، ما لم تكن من قبل في الوقت اللي كنا احنا شباب وداك الشيء. وهذا ناتج على ان هذا الوليد هذا اللي قتل الاب ديالو والزوجة الاب ديالو، انه كان اصيب باضطراب نفسي، لانه افون كان الوليد نورمال كيصلي رياضي كيدير شكون بحال الشباب، ولكن الوقت اللي مات توفات امو جوج الاب ديالو و كتبقى الاحتمالات وتزوج والمراه ما بقاتش معاه، تما الدري الكومبورتمون ديالو السلوكيات ديالو انعكسوا على انه اصيب باضطراب نفسي وعقلي. للاسف الشديد ان هذا الوليد هذا كان يديه للمستشفى يتعالج، كانت عنده بوادر والله العظيم الا انا كنت منتظر بانه غيدير شي جريمه وضد الوالدين ديالو، والله الا كنت منتظر من لا اكذب. علاش؟ لان كاين لا نيجليجونس، كان الوليد يمشي للمستشفى يداوى كون راه بحاله بحال الشاب، وكان الاب ديالو والزوجه ديال الام ديال الاب ديالو بقى في الحياه، وقدر الله شاء ما فعل. وكان هذا الاضطراب النفسي ما خصوش يبقى عندنا عيب في المجتمع المغربي، للاسف الشديد انه عيب. راه اي واحد ممكن ان يصاب باضطراب نفسي، كيف ان شحال من انسان كيصاب باضطراب عصبي يقدر يصاب باضطراب نفسي نتيجه فعل ما. يمشيو الناس يداووا راه ماشي عيب، راه عباد الله راه في المجتمع الغربي اللي مثقف وواعي راه كيديو كيمشي هو كاع الى مريض الاب براسو كيمشي يداوى على الطبيب نفسي. حنا كنبقاو لا نيجليجونس والاهمال حتى كنوقعوا في هاد المصائب، وخاص هاد المسائل تولي يوعوا بها الناس افراد واسر ومجتمعات، وان ما نضروش اللي مريض مرض نفسي واضطراب نفسي انه نهملوه او المارجيناليزي وانه نهمشوه، بالعكس انه نعطوه يد المساعده باش يرجع للحياه الطبيعيه، لان انا او واحد اخر او معرض لاضطراب نفسي. وبالنسبه لحسن علي قاطعتك، بالنسبه للزمن كيفاش كانت القتل معتوش باش قتلهم كيفاش كانت؟ انا سمعت انه بآله حاده، كنظن هاد الواقعة كنظن أنه يمكن الأب ديالو كان مسترخي، أنه غفلهم كيف كنقولوا وجاتهم، وهاد الشيء كان مرة كيتخاصم معاهم. سي نورمال أنه واحد النهار غيجي غتطور الأمور بهذا الشكل الخطير جدا المؤسف، مؤسف جدا. والأب تاعو شنو كانت السمعة ديالو؟ لا من سمعة ممتازة، حتى هو كان سمعة ممتازة قبل ما يوقع لي اضطراب نفسي، كان ممتاز. ولد مأصل والاب ديالو مأصل، كنعرفو كنا حنا صغار كنعرفو الاب ديالو، عائله ممتازه نقيه. هادشي كيوقع والاهمال والاب ماشي يعني الماده كتلعب دور، ربما ما استطاعش يدي ولدو للمستشفيات، كاين بزاف الامور والعاطفه كتبقى بزاف الامور. بالنسبه للعمر عافاك الله، العمر كنظن بين 33 سنه، كنظن 34 باقي شي كنظن ان لا راه قلت لك ان اسباب انه كان مجوج ومشات المراه، ولكن واش ولد معاه؟ كنظن سمعت ان حيت في الدار ديالنا وفي السمعه ديالهم كنظن عنده شي وليد معاه، ولكن يمكن من الولدات او لا مشات، يمكن تما وقعت لي وقع لي المشكل.